سابقا نتكلم دوركم توقفوا كاملين وتقدموا تحية شكر وتقدير فخامة رئيس الجمهورية على ما حصل من إنجازات هامة في هذه المأمورية الصعبة على المستوى العالمي يجمع. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبيه الكريم. السادة والسيدات الحضور، السادة ممثلي قيادة حزب الإنصاف، السادة رؤساء الأحزاب الغالبية، السادة المنتخبون، السادة الأطر، شباب مبادرة المستقبل، نستدعيكم اليوم بعد إعلان فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني ترشحه للمأمورية الثانية، لنتقاسم معكم فرحة هذا الإعلان التاريخي بكل ما يعنيه لشعب يحبس أنفاسه منذ عدة أشهر من تواره. السادة الكرام، لقد كانت لنا فرحتان بهذا الإعلان. فرحتنا بترشح فخامة الرئيس لاستكمال ما تم إنجازه من وعود هامة في مأموريته الأولى، رغم ما اعترضها من تحديات وصعاب على المستوى العالمي والإقليمي، من أوبئة وحروب وتحولات كبرى وما صاحبها، من انعكاسات مباشرة وغير مباشرة على المستوى المحلي على غرار بقية دول العالم. وفرحتنا بما جاء في هذا الإعلان الشامل من تعهدات هامة تجاوزت في تنوعها وعمقها مطالب المعارضة وشروط النخب التعجيزية. سيداتي سادتي، من يحاول فهم نهج فخامة رئيس الجمهورية من خلال رسم أولوياته لا بد أن يلاحظ بوضوح اهتمامه بالإنسان. وبعدما أنفقته الدولة ضمن برنامج تعهدات من مساعدات مادية بعشرات المليارات وتأمين صحي وتوزيع مساكن ورعاية اجتماعية، استنزفت جل قدرات البلاد في مجال غير مرئي وغير مخصص للدعاية. ها هو اليوم يحدد ميادين معركة التحدي القادمة، واضعا الإصبع على موقع الأمين المزمن. سنضرب بيد من حديد ونواجه بكل قوة وصرامة كافة مسلكيات وممارسات الفساد والرشوة والتعدي على المال العام. السادة الحضور، لو لم يجد فخامة الرئيس خلال مأموريته القادمة غير هذا الوعد الصعب الذي أسهب في هذا الإعلان بتشخيصه وتحديد أذرع تحكمه وحدد بدقة وسائل القضاء عليه. وسبيا لذلك سنتخذ مع نهاية المأمورية المقبلة كل الإجراءات الضرورية لتعبئة كافة الأجهزة الإدارية والرقابية والقضائية من أجل تحقيق هذا الهدف، ليصبح لذلك أعظم رجل في تاريخ هذا البلد وأهم قائد حكمه في تاريخه المعاصر. متهم
وتهيئة جميع التصويت لمرشحنا وقابلة رئيس الجمهورية السيد محمد بن شارع رضوان للفوز بالشوط الأول على جدارة الاستحقاق، وأبشروا بالنصر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.